عايز تعرف انا عملت كده ليه يا ابراهيم؟ عشان مش مطمنه لك، عشان خايفه منك، عشان حاسه انك ممكن تغدر بيا في اي وقت، فمش عايزه اربط نفسي بيك اكتر من كده، فهمت؟ حتى طيب لو انا وحش انت تعملي كده؟ ده انت الحاجة النظيفة الوحيدة اللي في حياتي، انت اللي كنتي بتخليني عايز انضف وابقى كويس، تقومي تقتلي يا هلا؟ تقتلي ليه؟ ما قدرتش، ما قتلتوش، ما قدرتش اعمل كده، ما قدرتش اموت ضنايا. انا مش عارفة ازاي انت وميسا قدرتوا تعملوا كده، جبتوا الجبروت ده منين؟ كان نفسي والله اعمل زيكم، بس اصلي منعني يا ابراهيم، لكن انا عمري ما هسامح. حقك عليا، غلطة غلطة والله مش هتتكرر تاني أبدا، درس اتعلمته والله، والله ما هعمل أي حاجة تأذيكي تاني أبدا، بس وحياة حنين، وحياة حنين عندك، لا تأذي نفسك ولا تأذي اللي في بطنك.